ما حكم إذا رأى الإنسان في ثيابه نجاسة في صلاته وذلك قبل السلام، هل يترك الصلاة في هذه الحالة؟ ماذا يفعل؟ إن استطاع أن يتخلص من الملبس الذي فيه نجاسة ويواصل صلاته فإنه يفعل ذلك ولا يخرج من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما أذى. أما إذا لم يستطع التخلص من اللباس الذي فيه نجاسة فإنه يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد.